فما براكاج براكاج سيارة رمادية اللون من نوع كات فوكات سيارة رمادية من نوع كات فوكات. فما ثلاثة شبان وفتاة غريبة سفلار براكاج وش يحكي لها؟ يقولوا انهم من جوهرة فهم شوفوا شي راكاج شنو راح مرسي خلنا نمشي لعزيزة ساعة اللي جنحت وطارت بغنية نجنح ونطير. عزيزة عسلامة سافا يجب حذية لهنا. انت اللي ربحت في المسابقة متاع دناب ولحن لك سيل مهف ولحن لك بن ديرمان. اطلعت خطوة ظهرت لي اسمن في التلفزة شبيك وقفت شوية سافا لبس الحمد لله شلحويل لبس ذارب اغنية ونجنح ونطير اي بيه الاغنية اللي عملها لك سيل مهف وبن ديرمان مبروك ساعة سوكسي يعيشك. اختاروك تقريبا من قديش من كانديدا ولا كانديدات؟ بون ما فما 1500 اللي شاركوا بعثوا لي فيديو على الباج فان دناب سير فيسبوك. الكونكور هو الايدي نتاعو معناها انك تبعث معناتها فيديو فيه انت تغني ولا حاجه ومن بعديك هما يختاروا معناتها متشاركين باش يعملوا بيرفورمانس في التياترو. من 1500 اختاروا 50 كانديدا انا كنت منهم. طلعنا لتونس غنينا قدام اللجنه كان فيها سيل مهف بن ديرمان مرام بن عزيزه غازي بون ماش لا سي في بي كاو وربحت. بعد انت ربحت الكونكور هذايا وعملوا لك اغنيه نجنح ونطير اغنيه طياره على الاخر اغنيه حلوه على الاخر. انا جو تونكوراج دو فون دو كور على خاطر في تونس محتاجين برشا لي بيرفورمانس ونحبوا برشا لي بيرفورمانس ونحبوا يكونوا عندنا دي بيرفورمانس يزينا من الناس اللي تغني وما تعرفش تغني. ساعه هكا محليك موسيقى جايه لابسه دي بوكل جيتار ذكرتني في سفيان سافتا. نبر عليه شويه سفيان سافتا كل ما تبدا عنده مناسبه يلبس بينز وكرافات فيها جيتار وانت يظهر لي باش تاخذ عليه المشعل معناها كل ما تبدا عندك مناسبه تلبس لي بوكل هذوما. لا سلفهم سفيان سافتا لي بوكل هذوما. لا هذوما جبتهم لي اختي من دبي اللي نحبهم برشا عرفتها ديما لبستهم عادي معناها مش اعطيني اكستري هكا فوكال قبل ما نمشيو نسمعوا اغنيه نجنح ونطير. تحب من الغنيه معناها؟ اللي تحب انت تحب من الغنيه تحب اغنيه اخرى على راحتك ما دام الجيتاره في وذنيك فما جوستيس امورك واضحه. Sometimes in our life, we all have pain, we all have sorrow. But if you were wrong, we know that there's always tomorrow. Lean on me when you're not strong. And I'll be your friend. I'll help to carry on. But it won't be long, 'cause I'm gonna need somebody to lean on. جنحت وطرت واختفت عزيزة سمعت اغنية نجنح ونطير. عزيزة اللي ربحت في كونكور جون تالون ميوزيكال دناب واللي خرجت بالفخوية هذية اللي هو نجنح ونطير. نجنح ونطير اللي ان فيت سيت اون كو برودكسيون بين سور لو بلان ميوزيكال معناها نحكي بين سيل مهف وبن ديرمان. مهف برشا حتى هو بن ديرمان اقل مهوفيه من بن ديرمان اما هو مهف راهو ماضي. دونك سمعتوها الاغنيه. تعرفي انا وين توا؟ انا يا سيدي قاعده في الجيبار على خاطرني عملت سيمسلابيم عملت التحريات والاتصالات نتاع برنامج براكاج وقيت الفنان رشدي علوين. يمينتي اغنيتك قالت يزيرك كثرت عليا انت يزيرك غلبت عليا يا رشدي هاني حاسيلو هبط عليك بالكمشه لهنا في الجيبار. ما نعرفش ديما بالصدفه معاك ديما نجي لسوسه لازم نشدك ما نعرفش علاش. بالمناسبه تحب تراني؟ لا نحب هذاك وبالمناسبه نحب تحيه لكل المستمعين جوهره فام
ونحب نهني الأخت عزيزة بالبرودوي الجديد اللي عملته عجبني برشا، حتى فكرة الكليب حلوة وكل التشجيعات لها إن شاء الله. هذا أول عمل ويتليه أعماله خرجها. يعطيك صحة رجي، أنت ديما تشجع لي جون تالون، ما عندك شكل غزول متاع برشا فنانين اللي بدأوا يغزلوا كيف يسمع واحد هكا عنده حاجة جديدة يبدأ والله لا أنا بتعرف ديما الأستاذ ديما يقعد ديما يشرف ديما على تلامذته. أنا حتى في خدمتي هذية يتجهولي الكل، يعني الزغال يطلعوا جدد لكلهم يتجهولي بالراي وننصحهم، ومنحبش اللي صار لي أنا يصير لهم، يعني نحب نقصر لهم الثنية. في بالك أنت متبركي توا باش نعمل معاك ميسيون ساعتين؟ زين تبركيت في الثورة وتوا يسر. احكي لي كيفاش بركيوك في الثورة؟ لا توا خليها مش وقت، مرة أخرى مرة. وعندك مدة ما ظهرتش، أنت تقريبا من الثورة ما ظهرتش في الإعلام رشدي. أنا من قبل الثورة حتى بظلي بجمعة ولا بجمعتين كملت حتى الألبوم بتاعي، وجوسكا بريزون ما حبيتش حتى نقدمه. بالنسبة لأيام التوا الثورة ما حسيتش بها، يعني مانيش فرحان باش نقدم حاجة توا الحقيقة. باهي، أنت تعرفني يا رشدي عندي معزة خاصة ليك أنت الحقيقة، أنا وياك صحاب برشا وحبيب وفما أون سامباتي معناها متبادلة بيني وبين رشدي، ورشدي ديما عنده كونسي يقوله لي، احنا نحكيو سبونتاني في الإيميسيون تاعنا. قول لي اسمع، قلدك؟ قلدني. قلدك متغشش؟ متغشش. اسمع، يقول لي في عرسك نحب في الطاولة الأولانية كعبيت المامو نذا في الذاويين متاعنا، اي الجماعه اللي مش متاعنا الكل من تالي. هكا ولا اما المشكله انك تو مره بيسهل عليك. يلزمني نجنح ونطير انا يضرني. بون باش نعطيك المنيو انا عزيزه، باش تختار حاجه تشربها ولا تشرب كان ياغورت ولا تشرب حاجه اخرى؟ اي نشرب كل شيء. رشدي نعرف واش يشرب انا. انا اكسبريس. عندك جديد رشدي باش نسمعوه من بعد شويه على جوهره؟ اي عندي جديد، عندي اربع اغاني من توزيع شكري بوديده، كلمات محمد مجدي عباس، الحان محمد مجدي رحال ومحمد رمزي رحال، وعندي اغاني من الحان هاني دمق توزيع محمد بن سعيد وكلمات حاتم جيزيني. ان شاء الله يعني قلت لك هذا البرودوي عملته من قبل الثوره وتو هاني كيرك عليه مش حاب نطلعه. عليه؟ مش حاسس. تحس لي معناتها المساحه الثقافيه بدات تدور كمان رشدي شويه. دور ما انا احساسي مازال ما بداش يدور. احساسي انا ما بداش. احساسك متبلانتي متبلوكي؟ متبلوكي. مازلت تيليشارجي في احساسك؟ قاعد تيليشارجي و... اسمع. انا نعرف من مصادر موثوقه اللي رشدي علوين فينو وبلدي واكابري وقعدته حلوه وحاجته حلوه وبنينه. اخر مره جيت بحذايا كاثر بالحاج تحكي وتقول وتزيد على الجلاس اللي عمله رشدي علوي. قالت لي ما فماش واحد في تونس يعمل جلاس كيف ما يعملوا رشدي. دونك اليوم يزمك تعطي الغسيت للي زوديتور الكل اللي يسمعوا فينا سورتو دنيا سيف، وشيف رشدي اليوم باش يعطينا غسيت نتاع الجلاس اللي عملته، خاطر قالت لي راه وسع باله مش نورمال وعنده جلاس بنين 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 على الاخر. والله هو مش الجلاس بركه، هو اي حاجه انا لا 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 انا لا انا نطيب مليح نطيب مليح خط. اما الروسيت هي عندي روسيت بركه، هي اني نطيب بالحب هذاك بكل دموغ هذيك الروسيت الوحيده. يعني من اللغه الخشبيه نتاع نطيب بالحب ونطيب ندري شنو. اعطيني روسيت تاع الجلاس هذايا خلينا نسمعونا بالحق من عندك خاطر نعرف جلاس نتاعك سبيسيال. والله ما باش نقول لك انا ما تعلمتش راهو طبخ لحد شيء، تعلمت بهكا بالاحساس وبال نجم نوريك قدامك مثلا قدامك نوريك، يعني ما نجمش نقول لك بالضبط قديش كونتيتي انت انا نعمل كل شيء بالعين يعني وعينك. اعطينا او موان لي زانغريديون تاع الكلاس اللي عملته رشدي في التيلي، والله الناس الكل يحكيوا عليه. تنعاودوها ليميسيون اللي عملتها كوثر بحاج معايا في ونقدم لهم الروسيت على المباشر. يمي انت قدكش مش حاح يا رشدي. لا والله لا مش صحاح، بالعكس انا هو يقول لك اللي طيب مليح هو انسان يعرف يستقبل العباد ويحب ديما العباد اونتوغي بالعباد. انا نحب مرحبا بيك تجي بحذايا نعمل لك الكلاس ونعمل لك النواسر ونعمل لك اللي تحب انت. اعطيني سامعني حاجه عزيزه تحفونا اغنيه اخرى؟
وليش انت مش حاحكي رشدي زاد ما تحبش لا تحب نغنيو للصباح انا نغنيو باش يعطيك نوت رشدي تراها الغنيه باهي متاكده اللي هي 20 جينيرو لا يعطيتها نوت عزيزه عزيزه شفتها في المباشر زاد غنيت في التونسيه وعجبني صوتها يعني احسن حاجه حكمت عليها في اللايف يعني ما حكمتش عليها في التسجيل الوغ سيسا ان شاء الله تحسن اكثر من هكا شو نسمع عزيزه؟ When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand. Stand by me. Stand by me. Bravo, 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 bravo. Un petit commentaire, Rosdi. والله يتبارك عليها انا قلت لك سمعتها قبل تعمل الالوان الكل التونسي والانجليز والفرنساوي تغني ريتها حتى مع الجروب اللي تخدم معاه اما انا نحب التونسي ونحبها ديما ان شاء الله تشد في التونسي نحبها تشد في التونسي انت جاك تونسي عاد والله انا مشرق اكثر اما توا في الاخر ساعات تغرب زاد لا نشرق اما توا ناس خاطر الحقيقه انا حتى في الالبومات نتاعي اللي عملتهم قبل في مصر ولا في فرنسا ولا اللي شدت العباد هي الاغاني التونسيه انا قلت نكسر في راسي انا مصر نعمل الاغاني التونسيه انا مرتاح وين فوش باش اكثر واحده من اغنياتك اللي تحبها رشدي يعني انا اكثر اغاني نحبهم انا الناس ما يعرفوهمش يعرفوا اللي ما نصورهمش كانوا ينجحوا هو نجحوا أما نحبهم انا ما تعرفوش ولا الناس ما سمعتهمش بالطريقه اللازمه فهمتني كما حقك عليا كانت تعجبني برشا اغنيه فهمتني عملتها في مزرعه اللي هي فرق شرنوبي هذيا عندي اغنيه اخرى عملها لي وزح لي شكر بوديدح من كلمات محمد مجدي عباس والحان محمد رمزي رحال الغنية حلوة في السيكة التونسية وإن شاء الله تلقى زادة نجاح وهي أقرب القلب يعني تعرفين أنا هي أكثر أغنية نحبها متاعك أنت ما نعرفك تحب الربوع أنا نحب أغنية يزيرك كثرت عليا حسيت راسي وجعني تو مثلا قلت لك الأغنية دي هي اللي مشيت أكثر من الناس الكل ما قلتش أقرب واحد كيما نطفي عليك الضو جاي وجايب لك هدية مشى في بالي نعمل جو حاير ما لقيتلكش ثنية واللي عملته مش حلو يزيرك كثرت عليا اسمعني رشدي قبل ما نمشي مع الموسيقى يا اخي لبس الفيستا نتاع مايكل جاكسون لا هذه شريتها من الفونت زونشير ها ماذا اذا مش نلقاو فيها من داخل مكتوب بالفيل دور رشدي علوي لا والله لا كان وريك الماركه تو تقعد بيتها يعني مش ماركه ان غراند مارك مي ماركه نسمي به ماركه اسبانيه مش لازم نقول لك شنو هي ماركه اسبانيه لا لا مش تاع مايكل جاكسون تباعت في اخر كوليكسيون تاع الماركه هذه تعرفي انا مغروم من قبل يعني مش حاجه جديده طيب انت قداش تعمل توا الفيستا هذايا؟ شوفوها غدوه في الفيديو لا مش غاليه ما تخافش ما ناخذش الغالي برشا ناخذ اللي نقدر عليه لا نعرفك تاخذ اود جام ما خايف من الفيسكو برا لا لا بادي تو نقول لك الصراحه 150 يورو افهم قداش مش غاليه مش غاليه لا مش غاليه 150 مش غاليه 150 يورو مش غاليه ديما عندك حوايج اوريجينال رجل تحب لي كولور مغروم برشا مثلا انت تؤوز تلبس حاجات في لبسك اللي ما تفهمش مثلا تلبس الدوغي تلبس لي كولور تلبس حاجات فيهم مثلا سامر حاجات فيهم ريش ريش تلبس كولفي رجل اخر مره قبل انت تلبس ميرو ريش لا
يعيشك ما تسيش فرور من فضلك. فما فرق ما بين الريش والفرور، خاطر الفرور حاجه نوبل ياسر من فضلك. سامحني رشدي عندك حقك اغلب. لا الفرور نوبل سي با موش ريش، فهمني؟ هذيك رقبه ريش، يعني كل كل فرور ماهيش واحد. لا لا لابسه ما سي ذوق، وما نجمش انا والحاجه مع احترامي كل الموظفين والبنكاجيه، انا مش بنكاجي كيمشي نغني. انا انسان انا نحب حاجه بلوس، ما نحبش روحي نلبس كي الناس الكل، نحب الحاجه خارجه شويه من الاوردينير، ما لاباش فنان، فنان لازم يكون متميز شويه على الناس الاخرين. تتصور كان تعمل فواغ تعرض فيه الحوايج نتاعك، تتصور فيه مبادي مع واحده من فيستاتك ولا واحده مع مراولك؟ لا ما نتصورش صدقني، عندي برشا حوايج ما عادش نلبسهم، الكل محطوطين ساعات نعطي ما نعرفش نبيع على لا ما نعرفش نبيع حوايج. انا انسان نعرف نشي ما نعرفش نبيع. في الشارية تبارك عليا، ما في البيعة ما نعرفش نبيع حتى شيء. انا جوست جو ميكسكوز اوبخي دو ميز انفيتي، وحتى الناس اللي غدوا باش يشوفوني في اليوتيوب ما يقولوش شبيها ريم لابسه دي لونات في التصوير، زعما هكا تدعوج شويه على روحي. هذول هي عملوا لها براكاج وزرقوا لها عينيها. دونك جوست عملت ان بتيت اكت اوبيراتوار صباح، دونك عيني ما يلزمهاش هواف، عرفت تقول لي اسم الله عليك رشدي. تابع تحسين الثورة هذيك. شنو تغني بالعربي؟ آخر مرة سمعتك تغني بالعربي. إي غنيت وقتها في التونسية في كلام الناس، غنيت ما تبكيش نتاع صابر باعي. تعرف شكون لحنها هذه ولا إيه؟ صابر باعي ما تبكيش نسيت الحقيقة. نسيت. صراحة أنت يا رشدي باش نحكيو كارتيغ تاعك. كل ما تجي قدام اسم أحمد الماجري تزابيه وتعمل روحك ما نسيته. انا نوجه تحيه لاحمد الماجري خاطر صديقي. نزيد تحيه من عندي. علاش ما تحبش احمد بصراحه؟ انا فماش حاجه ما نحبهاش، انا في الفن فماش حد ما نحبوش صراحه. نحب ساعات فما اختلاف الاراء، اما ما نحبش عبد امبوسيبل، كلمه ما نحبش هذه ما سمعناها كان بعد الثوره، كنت واحد ما يحبش واحد، اما نحب الناس الكل، نجم نختلفوا في اراء في الافكار، اما لا مش ما نحبوش، نختلفوا في حاجات، اما لا نحبوا احمد الماجري، با ريزون علاش ما نحبوش، لا بالعكس. مختلف مع هذيك الغنية اللي قال ما بعتلوش انا كريتيلو، كري لك غنية. احمد الماجر عنده ستيل والناس كل تعرف بجو، يعني فهمتني، عنده طلعات هكاك يحب يعمل بوس ساعات هكاك سامبلومون. وكري لك غنية؟ هو بعد ما عملت هو عمل لي فيها تنازل قال كريها لي. انا مش نقعدش كل مره مش نقعد نحكي لاحمد الماجر، ربي يعينه احمد الماجر ويعطي الصحه، قاعد يعمل في نشاط به وربي معاه. عزيزه حاجه صغيره قبل ما نمشيو للمتابعه الرياضيه مع زميلي علي الخلولي اون ديريكت. حاجه صغيره. الليمون اللي غاروا مني قالوا لي واش عجبك فيها، الليمون اللي غاروا مني قالوا لي واش عجبك فيها، جاوبت اللي جهلوا فني خذوا عيني شوفوا بيها. ما عاد لا بربي الجيتار اللي في ودني كذا ولا طايح حتى عندي. لا كل شيء معدل عندي مريقله. رشدي قل لي احنا بكري حكينا على اللبسه، فانا ما مغروم بالمسامر يا اخي، قصيت المسامر اللي كانوا في المريول بتاعك ركبتهم في بدريك. هي المسامر موضه اللي تبع المضيع في المسامر سي موضه، وقلت لك انا ديما نحب ديما نلبس مختلف. يعني شنو اخر موضه؟ فاش حاجات موضه سنين؟ والله هي تعرف سر الموضه شنو؟ تلبس اليواتيك وكاها، تلبس الحاجه اللي مش خارجه عليك هذيك الموضه. بس ما نعرفش علاش الايبو خارجين. البومه خارجه معناها. البومه كما لبستها انت. كما لبستها انا. البومه وتيت دو مور. خاطر هذاك اش فما الوضع توا. كان البومه اللي تيت دو مور يدوروا. نو كومنت. دخلتني انت شويه لعبه الفيسبوك. اما قبل يا اخي عندي 5 سنين نسمع بيك باش تعتزل ولتو ما اعتزلت. قلت بعد الثوره بالكش تو يعتزل رشدي علوان. تلمو غبت على الساحه الفنيه اللي شكيت اللي انت اعتزلت، ما الحمد لله ما زلت ما اعتزلتش. هو تفكير في الاعتزال يعني مش يعني انت تحس روحك وقت لازم تعتزل، ما حسيتش روحي توا لازم نعتزل. تقول انت سيرتو بعد الثوره، فهمتني؟ ما لازمش واحد يعتزل توا. اول حاجه ما لقيتش كل يوم بلاصتي، ثاني حاجه نحس في روحي ما زلت عادي ما نعطي.
شنو شكون يملى بلاستيك؟ ما فماش شكون ينجم يشطح كيما رشدي علوان؟ لا نقول ما نحكيش على شتيح بركة نونا على الكل، خاطر رشدي ما تنجمش تاخذوا انو يغني بركة ولا شتيح بركة ولا لوك بركة الكل مع بعضه، يعني ما لقيتش التوا الحقيقة اللي ياخذ بلاستي بالحق في الجو اللي نعمل فيه هنا. كان الفم مرحبا بهم فما. أما برشا دي كيفك عليه رشدي دي كونكورون. حتى واحد مش عبال حد. أنت أول واحد عملت ستيل هذا، أما فما تو برشا كيفك معناها؟ لا مش نفس الستيل، لا مش موافق، كنت تعرف هذا مش كيف كيف، مش كيف كيف لا. نلعبوا لعبة صغيرة. لعبة الفيسبوك، دونك انا باش نعطي دي باش نعطيكم دي تيتر دي كومونتير جونيور انت جو تيونيور تو ام لول تو بارتاج ولا تعمل كومونتير ليك العزيزه كيف كيف قال لك بلي تعمل يا سيدي تونس بلاد نظام حرقان المراكز يجي مع بعض الاعتصامات تجي فرد مره حرقان الزويد يجي فرد مره الاغتصابات ملمومين كل فرد مره حاجه حضاريه على الاخر لوكس لاكس جينيور مالوغوزمون وي حاجه بون هي حاجه تضحك مي شيء اسف في نفس الوقت ما انت تحب تجنح وتطير انت سي بون قريبا في تونس في عود لجان حمايه الثوره لجان حمايه الروضه اي سي المومون جامي سي المومون جامي بعد الطفوله ولات مهدده توا ما عادش حتى الكبار مهدين الطفوله مهدده والموقف الحكومي ظهر لي ضعيف شويه في الناحيه هذه وتحديدا يعني وزاره المراه مش قاعده تقوم بواجبها ولا سون كومونتير عزيزه لول 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 بي يبدو ان الركوب على الثوره لا ممتع جدا بعد الغنية الشهيرة لأمال المثلوثي في ساحة 14 جانفي في الحبيب بورقيبة اليوم شكري ما قتلوا حد شكروا قتلوا الحاكم والمعتمد والله برشا حاجات تضحك كيما الحكاية هذيا فهمتني لا لا غير منها رشدي بصراحة شكون مثلوثي لا مثلوثي نقدرها ونحبها ونحب ستيلي تغني فيه أما أنا نضحك على على الشكر للبلاد انا ما قتلوا حد هذا علاش نضحك له هذاك شهيد تونس يعني وربي يظهر يظهر الحق ونعرفوا شكون قتل شكر البلاد ان شاء الله عزيزه سون كومونتير انا حكت يا سيدي مغروم بالشيشه رشدي والله الشيشه كيف في رمضان ما مش عليش تجي كان مع رمضان ما لا مش مغروب معناتها تعرف اللي شيشة عموان فيها ديزاغوم معناها تفاح سوريز بوم تعرف عزيزة هكاكا عنب فما معناتها فاخر فما نورمال اتسيتيرا يا سيدي قال لك الشعب التونسي يحب يطالب الداخلية بتوفير كريموجين فاخر بنكهة التفاح ولا السوريز ولا اللي تحب انت على خاطر الشعب مادام فرد مرة قاعد يتضرب ومن حقه يختار النكهة اللي قاعد يتضرب بها سيرتو لا كريموجين اللي ذقناها احنا يظل لي ما ريحته التوا ما بينه ولا عندي مانك منه كل مسيره ضاربين بيه اما ذا بينا بدلونا مش النوعيه يبدلونا مين جي هذا كله يجيبوا فيه من اسرائيل دونك اسمعني عطيت خاكا تاع لول باش نضحكوا كان يخيروك بالليزاغوم لا كريموجين شنو تحبوا فريز سوريز بنان تفاح بطيخ 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 في واحد برشا وانت يا عزيزه بون اي من حق العباد معناها انهم يختاروا نشوفها حاجه باهيه معناتها وتوا ديجا هذاك فاش في الحين جماعه الحاكم عاطين كان يضربوا معناها في العباد بالكريموجين هما يختاروا ينجموا تعمل السياسه يا زياده راك تعمل في السياسه يا عزيزه رد بالك بيه فاسون انا نختار مونت مونت سوريز اي سافا مونتي تاكيت بيه نبدلو شويه جو تسمعني حاجه رشدي نسمعكم حاجه من الاغاني الجديده اللي عملتهم
هذه من كلمات محمد مجدي عباس والحان محمد رمزي الحان توزيع شوكي بوديدح. سمعك شوية منها. شوف غزالك دلال لحين بداية كوين بجد اللي هبل برش ما تفيا بزينو عامل فيا ترارا لحن ورافع عليا بزينو عامل فيا لحن ورافع عليا اقتلني وما بكى عليا علاش اقتلني وما بكى عليا صرت في غرام وضحية شوفوا يا ناس ما بقالي صبر زينو ساطعك القمر يا ناس ما بقالي صبر زينو ساطعك القمر يسحر بعينه كان غزر يشعل هاني راني قوية يسحر بعينه كان غزر يشعل هاني راني قوية مذوقني من كاس المور كوي قلبي كاية بزينو عامل فيا لحن ورافع عليا بزينو عامل فيا لحن ورافع عليا اقتلني وما بكى عليا علاش اقتلني وما بكى عليا صرت في غرام وضحية شوفو الله سلام يا رشدي. هذه من الاغاني الاخرانية رشدي شنو تقول للناس اللي يقولوا رشدي بعد الثورة دولار وطاح؟ هذه ما سمعتها كان عندك انت. سمعتهاش عن الناس؟ لا ما سمعتهاش بالكل الحمد لله يا ربي. ماشي العباد الكل جاتهم وقت الثورة الناس كل ما عادش نقصت الخدمة على قبل الناس كل الوضع الأمني الوضع السياحي الوضع هذه يعني حاجة عامة على الناس الكل مش على رشدي بالذات أما لا الدولار الحمد لله يا ربي. ما زال كاشي نتاعك 10 ملايين؟ جامي خدمت مع 10 ملايين وما تكبرليش كرشي يا ريم وعيب عليك تحب تقيم لنا الفيسبوك ولا شنو حكايتك؟ لا يعرفوا اسم تونس كما تعرف انا قداش نخدم واللي خدمته بلاش اكثر من نخدم بفلوس والجمعيات تعرف ولا عمري ما كان الاوبجيكتيف نتاعي من المهنه هذيا الفلوس نو انا استاذ موظف عامل هذايا كيف ستان بلوس بور موا عملية التصعيد نتاعي جات اوزمون في الفن اي انا بالنسبه لي الاغنيه سي اونتي ستريس ناس تعمل ديبرسيون تعمل حاجه انا يا خويا عندي خدمتي نخدم فيها الاخرى وهذايا التنفس نتاعي التصعيد نتاعي جا في الفن والحمد لله حبتني منه الناس وعرفت منه الناس وهذاك هذيك غايتي الاولى والاخرى يعني ماهيش غايتي كانت ماديه لا. انت اليوم عزيزه غايتك ماديه معناها تحب تولي فيدي تحب تصور فلوس تحب تعمل فن تحب تعمل موسيقى خاطر انت توا تقرا ما زلت يعني في لي بروميي با نتاعك شنو تحب تعمل بعد السكسي هذا؟ ديجا باش تعدي الباك انت سنين؟ ايه ان شاء الله. بون لا اخر حاجه بيتيتر نخمم فيها الفلوس. لفيت اني نوصل صوتي معناها للعباد يعرفوا عزيزه شكوني شنو الستيل نتاع الموسيقى اللي تخدم فيه سي تو دو بلوس معناها بارسا عندي ميساج انا باش معناتها باش نوصله من كل اغنيه معناها. بربي فما سؤال خطير فما شكون يسالني يقول لي فما يقول لي يا ماما بربي انت عزيزه اللي تجي في برنامج شو اسمه عامر ولا ليه؟ لا مانيش انا. يا قدشني انتليجنت. فما براكاج سيارة رمادية لون من نوع كاف وكاف سيارة رمادية من نوع كاف وكاف فما ثلاثة شبان وفتاة غريبة الأسرار براكاج وش حكينا؟ حطينا رشدي علوين في فوتوي ماسون وغدوة كده تتفرجوا في اليوتيوب على رشدي علوين اللي ممدود لهنا دونز ان فوتوي ريلاكسون من عند ريلاكس هاوس. رشدي ما زلت معنا؟ قلت ريلاكس هاوس ريلاكس ماكس. شنو احساسك رشدي؟ شوف ما شاهدت والله لازم يحيط في الدار كيف هكا والله نحس ستريس والله يسس ريبوزون ويمس في البلايص لازم يتلمسوا يعني وين يوجعك بالضبط.
اسمعني رشدي قال لي الكرسي هذا يشطح وحده. ها كل قطعه في بدي تشطح وحدها. ايه تقول علي من وحده ترينا يفبري وحده يفبري. انت تويك حسب رايك نجموا نرفعوا مطلب شعبي للحكومه باش توفر لكل مواطن كرسي كما هذايا؟ يا ودي حدا توفر كراسي المعاقين باش توفر هذوما كماليات يا بنتي هذيك، احنا حاجتنا بالضروريات توا. اسمع الرسمي كان جيت باش تود واحد من الحكومه لشكون تهدي كرسي هكا غلاكسون؟ حسب اللي انت حسيته توا انت راقد هذا للمرزوقي باش اعصابه ترد خف شويه خاطر بار فيه لا يميت متشنج بار فيه متشنج سيرتو كي يخرج لبرا من تونس يولي متشنج ولي عايز وراح احكي لكمش على رشدي علوان في سليم سونتر الفوق في الشاز اي رقدت رشدي والله كان الميسيون كلها هكا عملناها الكل هوني في الكرسي هذا والله ننصح به بغالي هذا توا غالي قداش سمو ديالي بون بالنسبه لهذا يا سيدي كلاس في اي بي اللي فيه ليزوبسيون الكل سافو 10400 دينار 10 مليون و400 رشدي سيرش خدمة الصيفية كل نشري بها كرسي كيفين هكا بون دو توفاسون فما ديفيرون كام هما الكل بالنسبة للبرانسيب سي كيف الناس الكل بالنسبة للفوتو الكل سوف كو اللي سو كيفي لا ديفيرونس هما ليزوبسيون يتبدلوا من واحد لواحد فوالا دونك البرانسيب هو شنو ثم توت ان سيكل دو مساج موجود في الظهر فهمني سو سون دي بول دو مساج باش يتعداو من 5 ديب دو مساج نفس لي تيب اللي موجودين في اي سونتر دو كيني معناتها بالصوابع وبكف اليدين وتابوتمون وانسي دو سويت من هذا باهي اون بلوس تقف في الاسيس ثم ديزرباك لي زرباك هذوما شنو هي الفونكسيون تاعهم سا فاسيليتي سيركيلاسيون سانغين يعني بالنسبه للانسان اللي باش يقعد على فوتو برشا وقت سي نورمال باش يلقى ساقيه ديما تعب علاش خاطر الدم مش قاعد يحرك في ساقيه دونك لي زرباك هذوما هما اللي باش يعاونوا الدم باش يتحرك في ساقيه هذه ان نتعداو حاجه اخرى اللوطه في الساقيه سكي بتبيع من فوتوي الفوتوي علاش قلنا احنا ثم ديفيرون دو اوبسيون دونك ثم اون بارتي من لي فوتوي تلقى معناتها دي زرباك موجودين في لي مولي هكا هو الاخرين تلقى المولي والبا دو بي وثم اللي تلقاهم دي زرباك ومعاهم دي بول فهمني وانا سي سويت ما قواكم في الكوميرس يلزم كل فوتوي نشريه هنا ما واحد يعمل الدنيا الكل ولا هذا هو هذا يعمل شنو عمل لك هذا يا رجل؟ لان نحب واحد يعمل الكل مش كل واحد يعمل حبش ناخذ اربع فوتيات يعني يلزم واحد برك يعمل الدنيا الكل شو حسيت انت توا؟ لا والله كان واحد هكا عنده حايد في الدار هكا وحط قدام التلفزه حتى كل اللي ديبا اللي تعداو بالعراك والبوليتيك اجم هكا ينساهم يطفيهم شويه وهو قاعد يريلاكسي ميم تو اي اما نحس هكا نشوف كرشك ترعش معناها وصدرك يرعش شويه ناتشورال ناتشورال اي دونك فما كان الشيز هذايا سينو بون شوف هذاك السؤال هو نتاعو هو باهي برشا يقول لك علاش انا ما فماش فوتوي فيه هذايا الكل هما شنو هي العمليه ما فيهاش شنو كون الفوتوي تويك اللي قاعد عليه هو تويك هذا هو اللي فيه لي زوبسيون الكل اوبسيون رشدي انت عاد هذا هو الاوبشن رشدي توت اوبسيون واخترت وحدي قعدت واحد والله اخترت وحدي مويتيك يا رشدي لا عجبني ذات ان بلوس كوير فيريتابل اون بلوس تويك الفوتوي اللي قاعد عليه هو ميم حتى في الديزاين نتاعو يجي في كل شيء معناتها في صالون في سون شومبر كوشي انسي دو سويت باهي هو يقول لك شنو الفرق بين هذا وهذا وهذا قلت لك سو سون دي زوبسيون اللي راهو معناتها ما يغيروش من فونكسيون تاع الفوتوي فهمني التيب دو مساج اللي موجود منه ومنه ومنه كيف الكل دونك البرانسيب هو بيدو لي زوبسيون هما شنو ثم اللي تلقى فيه ميوزيك ثم تلقى نومبر دير باك اكثر من غيره يا فما ميوزيك يا رشدي ميوزيك فما حتى ما بدي فيلم عندي الزمارة نتاعي زمارتك شنو تقول توا انت على هالكرسي مش باش نقول لك توا انا توا شيء كنت تعطل فيا ولا خليني نركز خاطر حتى المساج انه تركيز فوالا هو كلمته صحيحه فوالا خاطر المساج هذا دو بريفيرونس وقت اللياقه اون سالونج سور الفوتوي اون لو ليس ماسي فهم كيفاش دون لوبسكوريتي عينينا مغمضين وانسي غمض يا رشدي غمض عينيك فوالا حسيلو انا فهمت من الكرسي هذايا انت تقعد له من قدام يجيك من تالي معناها هذا علاش هكا ولا عاد هوني ما عادش مرزوقي في مبعثو كهو سون كومونتير سون كومونتير سي بون دونك اذا كان تحبوا تجيو تشوفوا في لي فوتو اكسبوزي لهنا في سليم سونتر تجمعوا تشوفوا الريلاكس هاوس لو سبيسياليست دو فوتو ماسون فما ان بلوس ان سيت دونك www.relaxas.com.tm تجمعوا تجيو تلقاو لي فوتو هذوما الكل تحفونين محلاهم فما فاسيليتي فما فاسيليتي في بيان سور موجوده فاسيليتي سي نورمال
بالحق بالحق. تحب تشري كرسي يا رشدي؟ مش نعمل تو مع المزوت غلي وخايا كل شيء غلي تو لازمني نبيع ونشري في كل شيء. اسمعني طلعوا لي شويه رشدي رقته ياسر بصراحه. اي تحب تشري شيز هكا؟ ولا بينوب ولا بينوب ولا بيا ولا بينوب ولا بينوب. دونك انا عندي كادو لعزيزه ورشدي لهنا. عجبك عزيزه الشيز؟ ها يجا من ضربه قالك رشدي. انا تلمون تعبه كي نقعد اكيد باش نرقد. شنو باش نعطيو رشدي كادو؟ باش نعطيو سي رشدي تبيك سي ان دوفان ماسور فيه تروز. باش نعطيوك دوفان يا رشدي. دوفان ماسور. اي سيدي اون كومونس. نبداو بالوليني. الاكسسوار الاولاني هو واش باش يعمل؟ هذا يعمل مساج او نيفو دو فيزاج. ماك تعرف بالنسبه لي غيد هما زاده كيف كيف المشكل نتاعهم شنو هي؟ موفيز سيركيلاسيون سانغين. دونك فوالا. انا كبرت. لا بدتو لا لا بالعكس ديما انت ماشي تصغر اون بليس الفوتو هذا باش يرجعك 20 سنه ثاني. فوالا اون لي سي دونك. او ريلاكس يا رشدي. دونك بنحكي لكم مش رشدي الوين قاعدين يعملوا له في ستيم سونتر في مساج ريلاكسون في وجهه. حاس بحاجه رشدي؟ بحويش. شنو هو ميسي؟ يا جيل دوفان. دوفان. ها؟ عاش نجم نتكلم سي نورمال. عاش نجم تتكلم رشدي سي بون. خليني نتمتع عليها حرام عليك. وشنو يعمل اخر؟ باش يعمل اخر. اون بلوس. على هذايا الاكسسوار الثاني تلقى فيه دو بول. فهمني السيبل نتاعو هما لي غرون موسكل اللي موجودين في البدن بواترين دورسو يانسي دو سويت دونك ما يلزموش ينحي ماريو لو رشدي لا لا سي با لا 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 خاطر دونك جست دي ملك جست دي ملك قال رشدي علوي وملك الدوفان الو اون لي سي كو ميم فوالا توي كان نعملو مساج دو على الدو معناها فوالا اه رشدي اش قال لك الدو لا ولا بالحق ولا لا عجبتني الحكايه هذيا هذا باش تربح لي برشا وقت وما نمشيش للسوق. هذا شكون تود بيه الدوفان؟ نود بيه نود بيه نود بيه نود بيه نود بيه ريم ديما ستريسي خاطرها. اه سي المهف. والاكسسوار الثالث شنو يعني؟ الثالث هو شنو هو بور لي بتي موسكل. يعني برا افون برا مولي انسي دو سويت باغ اكزومبل خرجت واحده من السخير. ما يعملوش مع برودوي هذايا مش با لابي مش فما يعملوا برودوي جليسان ولا حاجه نو. فهمك علاش؟ على خاطر لي بوال اللي موجودين من فوق الترا ليس دونك ما يقلقوش ما يسحقوش مع برودوي بالكل فهمني اون بليس هذايا نجم حتى نخدمه حتى على بدومينو ساكاس لغريس اوكي دونك نجربوا احنا باغ اكزومبل تعرف هذا يساعد قبل ما واحد يطلع يخدم راه سي نورمال ولا قبل ما يخدم الواحد يعمل له ضربتين وما حتى ما تعمل اني فور كيف كيف ويقرا معهم صوت يا سي زو الصور كيكا يطلع في فورما شو باش تاخذ توا هذا دوفان كادو باش تاخذ كرسي ما قلنا بالتقسيط كان يعمل تعطيني بتقسيط كرسي ناخذه بالنسبه لي انا ما نخليك حتى جوسكا دي فوا 10 على 10 مرات بون كيف كيف زاد ان بتي كادو العزيزه دونك باش تعمل دي مساج ريلاكسون وقت اللي قبل ما تطلع تغني دونك قول لي رشدي عمل جو والله بالحق راح بالحق مش يعني مش خاطر قدامه ولا شوف ليلى بالحق يرتح برشا بالحق وانا مغروم باللي حكيت لي مساج يعني انا براتيكمون وصلت للفان ديميسيون دونك ساعه نحب جو ريميرسي بوكو ريلاكس هاوس لو سبيسياليست دو فوتوي ماسون دونك ليكسبوزيسيون الي انكور في سليم سنتر موجوده بحث الفونتين دو شوكولا والا تنجمو تاخذوا بلوس انفو على www.relaxhouse.com.tn فيف ليسبري ديكيب ديما على ستاسيون جوهر اف ام ميرسي عندنا بوكو دو تيلي سبيكتاتور حاسيلو جو يتفرجوا لهنا على لي فوتوي ولي مساج رشدي ان موت فان اللي كنتي Merci beaucoup pour la sympathie. Merci Liha Kakat Fachez où tu as joué le rôle. Je suis en train de faire l'émission. L'émission avec Serge Bitney fait massager, fait barchahajit, halawa. Je suis en studio, fait tarikh, qadna fait kahwa sympathique, j'ai le centre réveillé, on m'a massage. Il y a une ouverte, il y a une interview, il y a une interview. يعطيك الصحة أنت يا ريم وإن شاء الله بالتوفيق ديما نعرفك سباقة في الأفكار كيما هكا يعطيكم الصحة ونحب تحية كبيرة لأهالي سوسة الكل وكل مستمعين جوهرة أفا عزيزة إجا بحذية شنو تقول؟ par la fin de l'émission donc Aziza la gagnante نتاع المسابقة
في دناب عندها اغنيه جديده سينجل اللي هي نجنح ونطير ان شاء الله تجنح ونطير وان شاء الله تعمل اون كارير ميرفيوز. نسمعوا حاجه في الدقائق الاخرى من الميسيون بها عزيزه. جا قالوا لي الوضع صعيب حير وانت صغيرة واحلامك بعد انا نعرف اللي النجاة منغير وانت كيفي نفطن بيك صار دموعي بالوقت تشيح نقف كل منطيح مشاكل تطير بعيد تقول هذا الريح مانيش من نوع اللي يعرف اثنيته مليح اما نحب نتعلم نتكلم ونعيش وين جناح ونطير وين جناح ونطير وين جناح ونطير وين جناح ونطير. Merci. Bravo. C'est la fin de l'émission. Vive l'esprit d'équipe. Merci le Nestlé Man Alcool. Merci Relax House. بالله الحكومه هزوا لهم شويه من الكراسي هذوما خلي يرفعوا اعصابهم طريف بالله يا خويا تبرعوا لهم مثال على خاطرنا خاطر الشعب التونسي. اوكي فوالا تري بيانتو ان شاء الله في بركاج واحد اخر. ميرسي رشدي علوين. ميرسي عزيزه. باي باي تشاو. جوهره FM.net. Nous sommes là où vous êtes.